من معهده المتواضع حيث الإبداع والفن، أراد الشاب السوري سهيل أن يطلق برنامجا للمواهب السورية في لبنان، انطلاقا من شغفه وتقديره لمواهب أبناء شعبه التي لم يقيدها الدمار ولا القصف أو حتى ظروف اللجوء القاهرة. أحلام ضائعة برنامج مؤلف من 30 حلقة سيعرض على مواقع التواصل الاجتماعي لغياب دور شركة الإنتاج المكلفة، فالبرنامج يهدف إلى تسليط الضوء على المواهب السورية بعيدا عن الاستغلال الفني. فكرة برنامج أحلام ضائعة هو عبارة عن 30 حلقة حنطلق إن شاء الله الشهر الجاي أو اللي بعده بالكتير. عم نحاول ندور على المواهب السوريين وأظهرها للجمهور وأظهرها للناس. هذا البرنامج قررنا أنه نعمله بعيدا عن الجهات الداعمة اللي عم تستغل المواهب السوريين، هو دعمه ذاتي مثل ما بنقول. نحن عنا هون هلأ تدريب، يعني تقريبا كل يوم نتدرب. فكرة البرنامج بدأت التحضيرات والتدريبات لها، حيث تتضمن مختلف أنواع الفنون كالغناء والرسم والتصوير والتمثيل، فتبدأ الفرقة المتخصصة والمؤلفة من 5 أشخاص بتدريبهم وصقل مواهبهم وتمكين المشاركين من أداء أفضل. الهدف من مشاركتي هي اولا واخيرا الشهرة، يعني انا بتمنى انه يكون عندي اسم مثل اي فنان تشكيلي سوري وخاصة حلبي، يعني فشاركت فيه لحتى أعمل شوي فيك تقولي شهرة أو اسم، وبنفس الوقت أنه أنا حابة أني أوصل رسالتي عن طريق فني يعني لكل العالم العربي حتى الغربي، يعني فماني حابة أني ضل متقوقة على نفسي وضل بمستواي، يعني أنا ضلني عم بتدرب دائما لحتى أوصل لمستوى معين متبع المدرسة الدافنشية لحتى وصل لمستوى كتير راقي بالفن ووصل رسالتي كمان بطريقة كتير راقية. أنا بشتغل بالتصوير وفيديوهات وهيك، بشتغل عليهم على المونتاج وشاركت بالبرنامج هون لحتى إنه أقدر وصل، لأنه وصل رسالتي إنه في موهبة يعني، بس ما عم بقدر أوصلها بشكل مزبوط، يعني إنه العالم تشوفني شو عم بشتغل وهيك، وإن شاء الله إنه بقدر إنه توصل رسالة عن طريق البرنامج هون. فكرة فريدة من نوعها يطلقها الشاب السوري الموهوب والذي يعمل بحس إنساني تجاه أبناء شعبه في بلاد اللجوء. مواهب سورية شابة تطلق في برنامج أحلام ضائعة للاجئين السوريين، فتمتزج خيوط الأمل لترسم مستقبلا يزهو بألوان مفعمة بالحياة وطموحات تعانق السماء. من طرابلس شمال لبنان، مايا هاشم، أورينت نيوز.